السلام عليكم الاخوه، اليوم معنا فيديو جديد مع هاتف تيكنو البوب 5. هذا الهاتف كيف ما كتشاهدوا معنا غنديروا ليه واحد المراجعه، واحد الريفيو خفيف، نعرفوا الثمن الحقيقي ديالو ديال المحل والثمن الحقيقي ديالو ديال الجمله. جميع المعلومات ان شاء الله غادي نعرفوها على هذا الهاتف. ما عليكم الا تابعوا الشرح الى الاخير. نبداو على بركه الله. الهاتف اللي معنا اليوم تيكنو البوب 5 فيرسيون 32 جيجا 2 جيجا في الرام. الريزو اللي في هذا فهو 3 جي ماشي 4 جي في الريزو. هذا الهاتف الاخوان فهو من الفئه المتوسطه، تليفون ديال الدراوش. الثمن ديالو باش كيتباع في المحل هذا الهاتف هذا كيدير 16 حتى 17000 ريال، ما تفوتوهاش فيه. تليفون كيجيب 32 جيجا في لا ميموار، في ستوكاج ديالو في 32. لارام ديالو فهو تيجيب 2 جيجا في لارام. واحد ديزاين اللي فيه فهو مزيان. من ناحية الباتري فالهاتف كيجيب 5000 ميل امبير في الباتري ديالو. تليفون كيشد لا شارج، فيه البصمة في اللور، فيه واحد الشكل رائع بوب 5 كيف ما كتشاهدوا معنا، في واحد ديزاين مزيان. اشنو اللي كيعطيو مع الهاتف؟ الهاتف كيجي معاه شارجور اوريجينال ديالو، بلس كابلي ديالو، لي زيكوتور، بوشيطا، والبلاستيكه ديالو كتكون لاصقه فيه. هذا ما كان الاخوان من ناحيه ديال لي زاكسيسوار اللي كيجيو مع الهاتف. ندوزو نفتحو الهاتف تشاهدوا معنا. الهاتف فهو في باتري انتيغري، باتري تيكون فيه لاصق، ما كيتحيدش الباتري اللي فيه. الهاتف كيجيب جوج ديال لي كارت سيم بلس كارت ميموار، في لا كارت الاولى ولا كارت الثانيه ولا كارت ميموار كيف ما كتشاهدوا معنا. هذا هو الهاتف بوب 5 32 2 جيجا في الرام، لا كارت الاولى، لا كارت الثانيه، كارت ميموار، والبصمه. الشارجور اللي كيجي في هذا الهاتف هو في ويت شارجور عادي اللي كيجي فيه. الثمن ديال الجمله المحل قلنا الثمن ديال الجمله باش كيتباع هذا الهاتف بالجمله فهو كيدير 15000 ريال و400 770 درهم باش كيتباع بالجمله. هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو، الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.